اسم محمود الصفاني، محمود عوض الصفاني. المشكلة ايه بقى؟ اقول ليه المشكلة؟ عايزين الكشك بتاع ابني ومات، ده ربنا بالخرطوم، الدولة ما جابتش حقنا لحد دلوقتي، وانا كبير، فهو كسب لامه، وامه عايزة عملها بقلب مفتوح وظروف ربنا. ابنك متوفي من قد ايه؟ ابني متوفي من سنة ونص. الكشك ده بقى له قد ايه؟ الكشك دي من الثمانينات، قديم قديم قديم، مش جديد. ده مصدر رزقك بس يا حبيبي؟ مفيش لي اي مصدر، ولا الدولة تديني معاش، ولو ادتني وان بيسر فضلوا يشوفوا، ولا انا معاش. مين اللي عامله لك بقى؟ مين اللي عامله؟ من زمان احنا واخد، من زمان احنا واخدينه، من زمان كان بتاع ابنه الله يرحمه. شاب صغير 26 سنه ضربونه بالخرطوش هنا، وماليش في اي مصدر. انا سنكر سيارات بس في بورد، وكنت معتمد على الله وعلى الغربه. من يوم ليبيا ما اتضربت وعملت هنا. هم بقى قالوا لكم ايه بقى؟ يعني عايزين ايه؟ بقول لك بعد الانتخابات هنشيلوكم، كم مره يجوا وهنشيلوكم وهنشيلوكم. مش عارف. طب قولوا لنا مكان نروح فين، هناكل بناكل عيش من هنا. طب انا بطلب من ربنا، ما يحوج ايدي دي ولا يحوج الا له ويحوج ربنا، ولا عمري رحت له معاش ولا عمري عملت حاجه. وزي ما انت شايف يا سياده الكرام، من قبل الفجر نقوم نفتح عشان نطلع بس نشوفنا، وربنا يكرمك. ساعدونا لوجه الله، يعني الناس الغربه في بلاد. قعدت 14 سنه في العراق، كان صدام حسين الف رحمه تنزل عليه، مخلينا فوق الرحمه. قعدنا في ليبيا من 93 لحد ما القذافي موتوه وعملوه. مش عايز اقول لك ما كناش بنحتاج اي حاجه. اصبح انا بقالي 5 سنين قاعد في الكشك دي، وماليش اي مصدر رزق في الدوله كلها اللي هو، ولا حته صوبه ويعملوا ليا بحث لو له عندي اي حاجه يتصرفوا. ما عنديش اي حاجه خالص.